140 منها، حيث تم العثور عليها بأحد أسواق الماشية بولاية عين الدخلة بعد تدخل مصالح الدرك الوطني، حيث تعرف الموال على مواشي. وين مجمع كانوا يتحراو اخرين من اخرين من اخرين في الشماليه الشرقيه الغربيه، كانوا قلت لك في هذا الدوار تيقولوا تاع ولاد عبد الله، شافوا الكاميون خرج المال تبعوه، زادت لحقاته الباشي يقولوا باللي نتاع السيد اللي سرق المال من ديال الماكله قلت لك تاع المال. هذا خويا قلت لك صابر وولد خويا وولد خالنا وواحد اخر في كذا، كانوا في ثلاث عقابهم 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 العين الدفله، هما حطوا به رايحين كيما يقولوا يديروا اللوكال تاعهم ولا على باليش ولا الزريبه تاعهم، هذو جماعه بيكاو عليهم الجماعه اللي مدين المال، تيقلوا باللي السيد عرف المال تاعو ومولاه يقولوا هربوا. هذا اللي سرق المال جا هرب تنشط فيه واحد، هذا ولد خالد هذا قبضوا، راحوا جابوا الدرك مش عارف فاتصلوا بهم جابوهم لعندهم، كل ساعات قبضوا السيد وهذاك السيد الله بيرقاد وتحروا عليهم، ومن بعد راك تعرف الاجراءات الامنيه تاعهم. تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بدائرة سفيزف بسيدي بالعباس بعد 3 أشهر من التحري والمتابعة، تمكنت من وضع حد لنشاط عصابة اختصت في تزوير العملة الوطنية من فئة 2000 دينار جزائري وأيضا رخص استياق. هذه العملية أسفرت عن توقيف أفراد الشبكة الثلاثة وحجز 100 مليون سنتيم مزورة. القضية التي نحن بصدد تنوير الرأي العام بها تتمثل في جريمة خطيرة تمس بالأمن والاقتصاد الوطنيين، وهي جناية تزوير أوراق نقدية ذات سعر قانوني عبر إقليم اختصاص وتزوير وثائق رسمية تتمثل في رخصة سياقة وطنية تحمل هوية لرعية أجنبي من دولة أوروبية. تم استغلال معلومة وردت إلى المصلحة على مدار 3 أشهر، كللت في الأخير بتوقيف جل عناصر هذه الشبكة الإجرامية الخطيرة وحجز ما يقارب 100 مليون سنتيم مزورة من فئة 2000 دينار جزائري، إضافة إلى كل المعدات والأجهزة الإلكترونية الجد متطورة والوثائق البيضاء ذات النوعية الرفيعة والشريط الفضي التي كانت تستعمل في عملية التزوير. إذن نددت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في بيان